وهلا رح ننتقل لزميلنا محمد عبيدات من محافظة إربد وبالأخص الأغوار الشمالية. يسعد صباحك محمد. تفضل محمد. يسعد صباحك دانا ويعطيك العافية. احنا بالأغوار الشمالية في منطقة العدسية، الأغوار الشمالية والأغوار بشكل عام في المملكة هي سلة الغذاء كما هو معروف. بالتأكيد هناك حالة الانجماد التي تشهدها المملكة في الوقت الحاضر أثرت على بعض المزروعات، سنتحدث عن ذلك مع مدير زراعة مديرية الأغوار الشمالية المهندس أحمد عكور. صباح الخير مهندس ويعطيكم العافية. أهلا يا صباح النور، أهلا وسهلا فيكم صباح الوطن الجميل. منصب على جلالة سيدنا ومنقول له كل عام وأنتم بخير في ميلاده الجديد، وأهلا وسهلا فيكم في منطقة الأغوار الشمالية. مهندس الأغوار الشمالية يعني زي ما احنا شايفين ما شاء الله يعني بقعة خضراء فيها الخضروات فيها الحمضيات، لكن بدي تحدثني إذا كانت هناك مثلا بعض المواقع في الأغوار الشمالية تعرضت إلى الصقيع. الحمد لله لغاية الآن لم يسجل أي شكوى بخصوص اللي هو الصقيع في منطقة الأغوار الشمالية، رغم اللي هو درجات الحرارة كانت متدنية في الأيام القليلة الماضية واليوم كمان متدنية، ولكن لم يسجل أي حالة صقيع لغاية الآن في المنطقة. مهندس أحمد بالتأكيد أنت يعني مساحة طويلة أو كبيرة مساحة الأغوار الشمالية، تحدثني عن أهم الزراعات في الأغوار الشمالية. حمضيات هناك زي ما احنا شايفين قمح، ما هي المساحات المزروعة الانتاج يعني بشكل عام. يا سيدي اهلا وسهلا فيكم مره ثانيه، مرحب فيكم. تمتد منطقه الاغوار الشماليه من منطقه الكريمه في الجنوب لغايه العدسيه في الشمال، حيث تبلغ مساحتها ما يقارب بحدود 182 ألف دونم. عندنا ما يقارب بحدود اللي هو 65 ألف دونم، هاي منها مزروع اللي هو حمضيات، والباقي كزراعات مختلفه مثل الخضروات مثل الحبوب مثل بعض أشجار الزيتون بعض أشجار النخيل، ولكن يعني المساحة الكبيرة منها مزروعة اللي هي بالحمضيات، وتعتبر منطقة الأغوار الشمالية هي من المناطق اللي مثل ما ذكرت هي سلة الغذاء للمملكة الأردنية الهاشمية. نسبة الحمضيات اللي تصدر للخارج لا بأس فيها، نسبة الحمضيات اللي تصدر للسوق المحلي لا بأس فيها. كمان بالنسبة للنخيل عندنا ما يقارب بحدود تقريبا 3500 دونم مزروع بالنخيل بأجود أنواع النخيل، منها المجهول ومنها البرحي منها بعض الأصناف الأخرى. بالإضافة إلى ذلك هناك مساحات واسعة تزرع في الحبوب وخاصة في المنطقة في جنوب منطقة الأغوار الشمالية. والحمد لله كانت الموسم الماضي كان رائع كويس، والموسم الحالي بالنسبة للحمضيات كان كويس، كله كان عائد لمعالي وزير الزراعة اللي أوقف استيراد هذه المواد من الخارج، فكان المزارع هو المستفيد الأول من هذه العملية. احنا شايفين انه الان العروة التشرينية انتهت، هناك عروة اخرى، شو بتنصح المزارع انه بالوقت الحاضر يزرع؟ هل مثلا موجة البرد ممكن تأثر على بعض الزراعات؟ شو بتنصح المزارع؟ احنا حاليا الزراعة التشرينية يعني تقريبا مشت، والحمد لله ما فيش هناك صقيع اللي يعني يأثر عليها، فهي ماشي يعني الحمد لله. بالعروة الصيفية اللي هي اي شيء بزرعه بكون الحمد لله هو ناجح 100% بسبب زيادة كمية الامطار اللي اجت السنة هاي على المنطقة، ما يقارب بحدود 90% نسبة الهطول في هاي المنطقة. بامكانه يزرع اللي هو أي شيء في العروة الصيفية وتكون هي مستفيدة، سواء كانت زراعات مكشوفة أو زراعات محمية. مهندس يعني سؤال أخير، الآن إحنا في نهاية موسم الحمضيات، بالتأكيد يعني الحمضيات الأردنية من أجود الحمضيات على مستوى المنطقة، كمية الإنتاج هذا العام كانت جيدة، تحدثني عنها؟ الحمد لله احنا الحمضيات اللي تنتج عندنا في منطقة الأغوار الشمالية حتى مش على مستوى محلي على مستوى الوطن على مستوى العالم ما فيش احسن من طعمها، يعني طعمها رائع جدا قياسا باللي ينتج في المناطق في الدول الاخرى او في البلدان المجاوره، وكمان يعني يصدر الى الخارج مثل ما حكينا بكميات كويسه ومليحه وهيك.
شكرا مهندس أحمد العكور مدير مديرية الأغوار الشمالية على هذه المعلومات. ودانا يعني زي ما ذكر المهندس أحمد الأغوار الشمالية هي سلة الغذاء في المملكة. بالتأكيد الأجواء مثل هذه الأجواء تؤثر على بعض الزراعات خصوصا يعني البطاطا أو الكوسة، لكن خلينا نتحدث ونطرح السؤال على أحد المزارعين في الأغوار الشمالية. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا في الصباح الطيب الجيد في الأغوار الشمالية، منطقة الأغوار الشمالية حتى الأغوار كاملة هي سلة الغذاء للأردن، وما يزرعه الأردنيون يأكل منه الأردنيون وغير الأردنيون. أنت في منطقة الأغوار الشمالية، المنطقة الأغوار الشمالية تشتهر بزراعة الحمضيات. يوجد في منطقة الأغوار الشمالية بما يعادل 70,000 دلم حمضيات، إحصائية وزارة الزراعة. فالحمضيات الموجودة في الأغوار لا يضاهيها حمضيات بالعالم، من أحسن نكهات في العالم. والسبب لذلك نسبة كثرة الأكسجين في الأغوار الشمالية بالغور كامل، يعني ارتفاع الأكسجين هو اللي بينطيها النكهة والميزة الطيبة. نعم، احنا شايفين انه بالاغوار الشماليه الان مش بس حمضيات، هناك بعض الزراعات الاخرى بيحتاجها السوق، يعني زي زراعات القمح، زي بعض الزراعات الاخرى. تحدثني كيف اتجهتوا الى مثل هذه الزراعات وابتعدتوا عن زياده مثلا المساحات بالنسبه للحمضيات؟ اخي الكريم، انا بحكي على الهواء مباشره والكلام امانه. المزارع الاردني من اذكى مزارعين العالم. أنت في منطقة الأغوار الشمالية حتى الأغوار كاملة يعني الزراعات متطورة جدا. الأغوار الشمالية الآن مزروع فيها في الزهرة، في الملفوف، في الكوسة، في البذنجان، كل الخضار موجودة في الأغوار الشمالية. وكمان في الأغوار الجنوبية هم كمان عندهم زراعات تحت البيوت البلاستيكية المحمية، زراعات وبيصدروا وكمان إنتاجهم عالي جدا. نأمل من الله أن ربنا سبحانه وتعالى يحفظ هذا البلد ويحفظ الموسم الزراعي من الصقيع. يعني كنا بهالثلاث أيام اللي سبقت يعني كان الأرصاد الجوية يقولوا في راح يصير صقيع وقحيط، لكن مشكورة وزارة الزراعة وسلطة والي الأردن أعلنت أن أي شخص عاوز مياه مشان يسقي أو يعمل رشات من منع الصقيع كان استعداد قوي جدا. فهاي بادرة طيبة، الكل متعاون، وزارة الزراعة، سلطة والي الأردن. يعني إحنا لازم إحنا بنحكي على الهواء نحكي ضميرنا، نحكي ضميرنا كمان. يعني العمالة بالأغوار الشمالية للأسف يعني أغلبها عمالة وافدة. ماذا عن أبناء الوطن؟ أخي الكريم، كل الاتجاهات والإرشادات من المسؤولين وزارة الزراعة نحو تحويل العمال الوافدة يأتي بعدها غيرها عمال أردنيين. كان يدير الأغوار كان عمال أردنيين، لكن كثرة الزراعة وتطورها. شكرا لك، الله يعطيك العافية. دانا يعني زي ما شفتي وسمعتوا أنه الأغوار الشمالية كما هو الغور الجنوبي وبشكل عام هو سلة الغذاء، وينتج من أجود أنواع سواء الخضروات والحمضيات. وبالتالي لابد من أنه يعني الاهتمام بهذا الوادي لما يمثله من أهمية اقتصادية على مستوى الوطن.